لا 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 لا, لا هذه مسألة أستاذنك أشرحها تفصيلا ودون مغالطة. يا أخي هناك آية في كتاب الله عز وجل يقول الحق: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إيه التقية؟ التقية في حقيقتها فطرة إنسانية. أي إنسان في أي موقف لو لاحظ نفسه يجد في لحظة معينة عايز يتقي شر حاجة فيتركها. التقية، وأنا مستشار في وزارة الداخلية السعودية، حدث الفصل الآتي، سمعت سعوديين بعد ما صلينا الظهر يتحدثوا عن موسم الحج ويقولوا جايين الكفار اللي هم الإيرانيين يحجوا. فسألت واحد منهم بقول: يا أخي ما دام عارفين أنهم كفار كيف تمكنوهم من البيت والله تعالى جعل من المحرم على الكافر أن يدخل البيت؟ قال: بنتقي شرهم. هذا الكلام في أيام الشاه، هذا الكلام في عام 71، بنتقي شرهم. قلت: ها، تتقون شرهم؟ كان في تقية عندكم، يعني تعتقدون شيئا وتفعلون غيره. التقية ليست بالصورة التي يتصورها الناس، وهي ضد النفاق. عايز أنا أبين، لأن أهل السنة يدعون النفاق ده بينفخ من باب الإطاعة، معلوش ضغط يعني. المنافق يبطن كفرا ويظهر إسلاما، إنما أنتم بتعملوا العكس. يبطن إيمانا ويظهر مسالمة، كقول الله عز وجل: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني ده شيء موجود. هو بس برضه ليا تعليق بسيط في التقية سعادة المستشار. التقية يمكن كانت لها ظروف خاصة في بعض الأوقات اللي كان الشيعة بيحاربهم الحكام الظلمة أو الذين يخالفونهم في المذهب. يبقى فترة تاريخية كانت يمكن تقتضي هذا، ان الانسان بده يدافع عن حياته يقوم يخبي بعض الاراء التي يدين بها. لكن الان اللي يعني من اقوى الدول الان التي تدين بالمذهب الشيعي ايران. يبقى اذا التقية ملهاش يعني ليس لها داعي. وهذه فتوى الامام الخميني على الاتحاد. لا تقية بعد اليوم، فتوى الامام الخميني.